المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صوت الأرض، والتي نتعرف من خلالها على زراعة الموز وأهم معاملات نجاحه لزيادة إنتاجه بجنوب الجزيرة وتحديدا بمنطقة ود الحداد. أهلا وسهلا بكم. يعد محصول الموز من المنتجات الغذائية والاقتصادية التي أصبحت مصدر لجلب العملات الصعبة لزيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، حيث اشتهرت عدد من مناطق السودان بزراعته والتوسع في إنتاجه لتغذية الأسواق المحلية والتصدير. فاتجه منتجون ومزارعون إلى الاهتمام بزراعة الموز وتوطين التقانات اللازمة لرفع معدلات الإنتاج وتحقيق الجودة، منذ معاملات تحضير الأرض والري ومراحل النمو وفق أسس علمية من مرحلة الحصاد وما بعدها. هذه المزرعة التي تتوسط منطقة ود الحداد بجنوب الجزيرة بذلت فيها كل التوصيات العلمية والإرشادية، من تمهيد الأرض وتسويتها وتوزيع منظمات الري والتأكد من الخواص الفيزيائية والكيميائية للأرض لضمان نجاح الزراعة واعتماد الأسمدة العضوية الطبيعية في العملية الزراعية. وهذا بدوره يعلي من القيمة الغذائية للموز وإكسابه عنصر المنافسة في الأسواق العالمية لتوفر السلامة والجودة. واستوعبت زراعة الموز أعداد مقدرة من الفنيين والمهندسين والعمالة، فضلا عن عمليات التسويق والتوزيع والتي خلقت سوقا رائجة قوامها المراكز والمحال التجارية لبيع الموز للجمهور. مراكز وأسواق الموز انتشرت في معظم الولايات، مما أنعش حركة الترحيلات والناقلات. مزارع إنتاج الموز أصبحت منصة علمية وعملية لانتخاب أفضل السبل لزيادة الإنتاجية وتوفير اشتراطات المنافسة المحلية والصادر. فما عادت التجارب التقليدية القديمة ذات أهمية، إذ إنها أقعدت بالإنتاج كثيراً، فكانت غالباً لسد الحاجة واستقرار الأسر والمجتمعات فقط. طرق فنية انتهجها المنتجون وكبار المزارعين في زراعة الموز وعمليات الحصاد والتقانات اللازمة للحفظ والنضج. ويمكن للموز أن يكون من المنتجات الاقتصادية الواعدة والداعمة لخزانة الدولة جراء جلب العملات الصعبة ونافذة لتحسين دخل المزارعين والمنتجين، إذا ما وجدت هذه الزراعة الاهتمام من القطاعين العام والخاص بتوفير المطلوبات الفنية والمدخلات الزراعية لإحداث نقلة نوعية في الزراعة والإنتاجية وفتح الأسواق وتذليل حركة التصدير واشتراطات الاستثمار فيه. تحية طيبة لكل متابعي برنامج صوت الأرض، متواصلين معكم في فقراتنا لهذه الحلقة من برنامج صوت الأرض. نرحب ونسعد في هذه النافذة أن يكون معنا الخبير الزراعي والمتخصص في إنتاج الفاكهة الدكتور صلاح بابكر بخيت، الخبير الزراعي. أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج صوت الأرض. عليكم السلام ورحمة الله، ومرحب أيضا بمشاهدي سودانية 24 وبرنامج صوت الأرض. اهلا وسهلا دكتور. خلينا ابتداء نتكلم عن نعرف المشاهد على نحن نتحدث عن زراعه الموز في السودان. نتحدث عن اجود انواع التربه المفترض تكون صالحه لزراعه الموز ونظام الري لزراعه الموز. طيب، هو الحقيقه التربه واحده من المكونات الاساسيه والمحدده لنجاح او فشل زراعه الموز. اي زول داير يدخل في شغل بتاع انتاج موز بالضروره يتاكد من انه هذه الارض تصلح لزراعه الموز، وبالتالي نحن بنعتبر انه اكثر الاراضي جوده لانتاج الموز هي الاراضي الرسوبيه الخفيفه
التي توجد على ضفاف الأنهار وتكون خصبة عالية الخصوبة، لأن الموز احتياجاته الغذائية عالية جدا. وأي محاولات لأنك تزرع هذا الموز في غير التربة المناسبة لإنتاجه قد يتعرض لانتكاسات، إلا إذا قمنا بمعالجة هذه الأرض الغير رسوبية أو الغير طمية بأنه نفحصها فحص معملي ونتأكد أنه والله هذه الأرض ناقصة شنو ودائرة شنو كده، وبالتالي بيحصل المعالجات. في الغالب الأراضي الطينية الثقيلة اللي بيكون تتجاوز فيها نسبة الطين أكثر من 40%، هذه الأرض بالضرورة يتم معالجتها، ما يزرعوا فيها الموز بشكل مباشر إلا إذا الناس تأكدت بأن والله أضافت لها كمية كبيرة جدا من الـ من الـ ما يعرف بالأورجانيك متر أو المادة العضوية. بالضرورة يعني أنا أرض زي دي إذا كان دار زراعة خارج الأراضي التقليدية لإنتاج الموز يجب أن أضيف ما بين 30 إلى 40 متر مكعب للفدان مادة عضوية. وبعد ذلك بتختلف طريقة الزراعة، في مثل هذه الظروف لابد أن أزرع في مساطب على أساس أنه أنا أتفادى المشاكل بتاعة مسك الموية اللي هو الموية ما تنزل بسهولة في النوع ده من الأراضي، وبالتالي أنا لازم أزرع في مصطبة، ولو استخدمت أنظمة بتاعة ري حديثة يكون كويس. في نوعين أو ثلاثة أنواع من أنظمة الري الحديثة بتستخدم في العالم، في جزء منها الآن بدأنا نحن نستخدمه في السوق. اللي هو شو؟ اللي هو الري بالتنقيط. الري بالتنقيط الآن في بعض المزارع الحديثة اللي بدأت تزرع الموز بمواصفات فيها طغانات عالية بدأوا يستخدموا نظام الري بالتنقيط، لأنه بيديك الاحتياج الفعلي المائي للنبات من غير ما يحصل هدر. في نوع ثاني بيسموه الري بالرشاش القصير أو بيسموه مايكرو سبينر، وده بيرتفع من الأرض مسافة 50 سنتيمتر، وكل رشاش بيزقي زي 4 شجرات بكمية مياه برضو محددة على احتياج الموز المائي. النوع الثالث ده وده بسموه أندر كانوبي، ال 50 سنتيمتر ده بسموه تحت عريشة الموز أو تحت أوراق الموز أو منخفض. في نوع ثاني بيجي زي بصب زي المطر، بسموه الري الرأسي أو بسموه الأوفرهيد سبرينكلر، بيجي من فوق بصب الموية على الموز ده زي في المطر، في شكل سحب، في شكل رزاز مطري مطر. زي المطر. احتمال يكون في مشروع في الشمالية اسمه أمطار قد يكون مطبق مثل هذا النظام بصورة أو بأخرى، أنا ما شفته الحقيقة ذاك، لكن ده نظام الري الفوقي في الموز هو متبع في بعض الدول. واحدة من سلبياته أنه مكلف شديد. التكلفة بتاعته تكلفة عالية. إحنا في السودان بنرى أنه إذا كان الناس قدروا يمشوا في اتجاه توطين الري بالنقاطات أو الري بالرشاشات السفلية دي يكون أفضل. احتمال واحدة من الحياة الضرورية أنها تتوفر للنوع ده من الري الحديث أنه تكون الموية صافية. إذا كان أنا بمد الموية بتاعتي أو المصدر بتاعي هي موية بتاع من النيل ولا من الأنهار ولا كده، قد يجي معاه يطمع يكفل الفتحات اللي بتدي الموز الموية. جميل. وبالتالي قد تغلق لأي سبب من الأسباب، فدائما الناس بيلجأوا لأنه يعملوا نوع من الفلاتر قبل ما الموية دي تصل للرشاشات، عشان أنا ما أتعرض لمسألة الانغلاق أو القفلة اللي بتحصل في الموز الديستروشن موية. دكتور، نحن بنتحدث برضو عن الآن نجاح زراعة الموز، ومنتحدث عن اكتفاء ذاتي وصادر للموز، بالتأكيد هنالك مطلوبات تقنية وزراعية مفترض نتبعها عشان تكون هناك زراعة ناجحة للموز. والله شوف، العوامل اللي يفترض أنها تدخل في تطوير الموز، أنا أرى أنه يعني الاهتمام بالموز نفسه من منظور استراتيجي، من منظور سياسي، يعني بالضرورة يكون فيه انتباه سياسات أي لأهمية هذا الموز، لأنه الموز الآن في المناطق المزروعة فيه هي كلها مناطق هامشية بتعاني من بنية تحتية هشة وضعيفة جدا،
وبالتالي لا بد أن الناس يقووا من هذه البنية التحتية اللي بتمكن أنه الناس يصلوا لهذه المزارع بسهولة، المدخلات الزراعية أيضا تدخل لهذه المزارع بسهولة، المنتج نفسه يطلع من هذه المزارع بشكل جيد، وبالضرورة توفير البيئة الصالحة التي تجعل من مزارع الموز مزارع منتجة بشكل كبير. وأنا ما بفتكر أنه في مشكلة زي دي إذا كان حصل الانتباه الحقيقي لأهمية الموز. وممكن إذا عندك حاجة زي دي ممكن لقدام الناس يبينوا لأتو درجة هذا الموز ممكن أن يكون على درجة كبيرة جدا من الأهمية. جميل. دكتور صلاح، وأنت الآن برضو خبير الزراعي في الموز، نتكلم عن تقييمكم لزراعة الموز بولاية سنار باعتبار أنها واحدة من الولايات المعول عليها في تحقيق الصادر ودعم الاقتصاد الوطني بالذات في زراعة الموز. تقييمكم للزراعة الآن الواقع الآن في ولاية سنار والمنتظر منه؟ والله هي شوف، منطقة سنار هي حاليا هي واحدة من أكبر المساحات المزروعة بالموز، وممكن تشكل مساحتها أكثر من 73% من المساحة الخاصة بالولايات، من جملة المساحة لجملة الولايات المنتجة للموز. وعندها تجربة يعني طيبة جدا في مسألة إنتاج الموز، عندها مزارعين مؤهلين في مناطق مختلفة وبينتجوا الموز بشكل جيد وطيب. لكن أنا بفتكر أنه بالرغم من دخول التغانى، بالرغم من محاولات إجراء بعض التغيير في البنية التحتية الخاصة بإنتاج الموز في مناطق سينجا، وتحققت بعض النجاحات لكن تظل محدودة. نحن ما بنفتكر أنه ما زال الأمر هو دون الطموحات، يجب أن ينداح هذا الأمر، يجب أن تتوسع مساحات كبيرة جدا داخل ولاية سنار وسينجا بالمعرفة المطلوبة لتطوير الإنتاج الموز وزيادة الإنتاجية بتاعته في وحدة الفدان. نتكلم كنقطة أخيرة، شنو المنتظر من إنتاجيات واقتصاديات الموز في دعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة؟ شنو الرسائل ممكن تقدمها في للحكومة الجديدة في وضع سياسات يمكن أن تلبي وممكن أن تعود للاقتصاد الوطني بعوائد كبيرة جدا؟ والله ده سؤال جميل جدا، وأنا أتمنى أنه يعني رسالتنا تصل للمسؤولين، لأنه أنا قبل تكلمت عن أهمية السياسات وتكلمت عن ضرورة الانتباه. المنتجات البستانية ليس الموز وحده يعني، لكن المنتجات البستانية دي يمكن أن بقليل من الانتباه، بقليل من الاجتهاد، يمكن أن تشكل زي محاصيل بتاع الصادر بشكل ضخم جدا. أنا إذا تكلمت عن الموز بس، نحن يعني في دراسات اتعملت والدراسات دي مبشرة جدا، إذا أنا زرعت 10,000 فدان بس، اللي هي دي مقارنة بمساحتنا بتاع السمسم اللي ممكن تتجاوز 7 مليون فدان. ال10,000 فدان دي تستطيع أنك في الموز تجيب لك 192 مليون دولار. فإذا أنت ضاعفتها شوية، أنت من 30,000 فدان ممكن تجيب ما يحقق السمسم من 7 مليون فدان بتاعته، من 30,000 فدان اللي هو دي بتشكل نقطة في المساحة المزروعة بالسمسم. لكن أنا بفتكر أنه في صعوبات ضخمة جدا متمثلة بأنك أنت تهيئ البيئة الخاصة، البيئة الهشة اللي بتنزرع فيها المحاصيل البستانية ذات الأهمية دي، بحيث أنه يعني إحنا حتى الآن بنفتكر أنه الطرق اللي بتوصل الطرق القومية لمناطق المزارع اللي بتنتج الموز ما موجودة، وبالتالي دي بتشكل واحدة من الحاجات العوائق الممكن ما تدعم لك الجودة ما تعمل. لكن أنا أتوقع أنه باهتمام معين يمكن للموز ده أن يعطي الخزينة السودانية أكثر من 500 مليون دولار خلال الفترة القادمة دي إذا أحسن استغلاله والاهتمام به يعني. إن شاء الله. شكرا لك دكتور صلاح بابكر بخيت، الخبير الزراعي والمتخصص في إنتاج الفاكهة، كنت ضيف مميز اليوم معنا في برنامج صوت الأرض. الله يخليك، شكرا. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج صوت الأرض، متواصلين معكم في فقراتنا لهذا اليوم، فابقوا معنا. نحن بنبتدي زراعة الموز في الأراضي النيلية الخفيفة، بنحضر الأرض، أهم حاجة التسوية، بعد ذاك بنزرع الموز في جداول على عمق
60 سنت بنشيله بمحاصيل تانية، مثلا برسيم، شطة، أسود، بامية. بعد تاخد الفترة بتاعتها بعد ذاك بيبتدي الموز في المرحلة بتاعت الإنتاج الإزهار بعد 6 شهور 7 شهور. بعد ذاك بنعمل حيضان كبيرة، بنبتدي نسقي الري كله 7 يوم 10 يوم حسب الموسم، حسب الشتاء الخريف. الموز بيبتدي يديك صبايط الصاروخ، الزهرة دي لما تطلع بتاخد 3 شهور. 3 شهور في الصيف، 100 يوم في الشتاء، حتى بعد ذاك تتحصد تاخد تمشي الثلاجات. وبالمناسبة دي بعد تخش الثلاجة بتاخد غاز اسمه غاز الأسلين، زي الستارتر للعربية، بيبتدي النضج. وجد عليكم شوية، أول زول لون الموز الأصفر ده في السودان عمكم المسكين ده، وتاني انتوا عليه كيفكم. والثلاجات بتاعتي بالمناسبة كانت في الخرطوم بحري بالقرب من مركز أبحاث الأغذية، والناس كلها بتاعين أبحاث الأغذية بيعرفوها، وهي كانت النواة الأولى لثلاجات الموز الأصفر في الخرطوم بحري، حتى بعد ذاك انتشرت في باقي السودان. الصبيطة بعد ما تكرب بنقطعها، بنشيلها باللوري بعتالة، بيعرفوا الشغلة كويس. بنقطع الشجرة على ارتفاع، زمان كنا بنقطعها على ارتفاع 10 سنتيمتر، لكن الآن بقينا نقطعها على ارتفاع 1.25 متر أو 1.10 متر. على أساس شنو؟ القطع الزمان القديم ده كان بيعمل حفر وبيعمل ديدان وبيعمل أمراض للشجرات الباقية أو باقي الفسائل الثانية، لكن القطع المرتفع ده، وده كلام بتاع أبحاث، بيدي الفرصة للفسائل الثانية المجاورة أنها شنو؟ تنمو بطريقة كويسة وما تصيب أي أمراض. بعد ذاك بتشيل الأشجار اللي حصدتها دي، بتقطع السيقان بتاعتها عشان ترجع المادة الغذائية في الحيضان، أو بتوزع الأوراق بتاعتها في الحوض عشان تحفظ الرطوبة وتساعدك في مقاومة الحشائش الطفيليات القائمة. بعد ذاك التسميد، أنا مركز شخصيا كزول زراعي مركز على الكمبوست أو السماد العضوي، بجيب الأوراق بتاعت النباتات، السيقان بتاعت الموز، الزبالة بتاعت الماعز، زبالة الأبقار، باقي الكماين، بعمل لها ترطيبة، بديها شوية فرد من الجزارة، بديها شوية تروس بتاع الدواجن، بعمل لها خلط، بديها شوية يوريا، بديها كم كيلو سيوبر فوسفيت، بعمل لها ترطيبة كده بسيطة. بعد 2 3 شهور بطلعها للمزرعة سماد عضوي، ما قاعد استعمل كيماوي لأنه بقى غالي. السماد الكيماوي الليلة الدب ارتفع من 500 لـ1000 لـ1950، اليوريا من 500 لـ1000 لـ1650، بقى غالي معانا، رغم أنه السماد العضوي أحسن بكثير من السماد الكيماوي. من أساسيات التحضير لزراعة الموز تسوية الأرض وتوزيع أنظمة الري والتأكد من الخواص الفيزيائية والكيميائية للأرض لضمان نجاح الزراعة. لو تحدثنا عن التقنية في زراعة الموز، الهندسة الزراعية، أول حاجة بتبدأ بتحضير الأرض. لابد الأرض تكون محضرة تحضير سليم، يعني مستواها يكون 100%. بعد ذلك توزع أنظمة ريك، سواء كان أنظمة بالخراطيش أو بالمحاور الري المحوري، طبعا ده إن شاء الله حيكون في الفترة المقبلة كان ربنا مد في الأيام، لكن إحنا حاليا بنسقي بالجداول الري الإنسيابي. الموية بتكون من البحر، من النيل، لأنه زراعة الموز في السودان متمركزة في النيل الأزرق، لأنه النيل الأزرق مياهه فيها خواص بتنفع زراعة الموز. لكن فيها مشكلة ثانية، موية النيل الأزرق بيكون فيها حشائش بالذات في فترة الخريف. فترة الخريف الموية بيكون فيها طمي،
بيعمل كتسميد للشجرة لنبتة الموز وللأرض المزروع فيها الموز، بغير من خواصه، بأثر في خواصه الكيميائية. هي طبعا نرجع لنقطة أولى، زراعة الموز، لا زراعة الموز لابد تكون في أرض خواصه الفيزيائية جيدة جدا. خواصه الفيزيائية جيدة جدا يعني شنو؟ يعني تكون سريعة امتصاص الموية. يعني لو دار تعمل اختبار انت براك الحوض، لما تعمله تسقيه مويه بكميه معينه، مثلا ارتفاع 10 سم من سطح الارض، لو عدى معك 4-5 ساعات وتصرفت المويه، معناته المويه الارض دي صالحه صلاح جيد لزراعه الموز. ترجع لخواص الكيميائيه، الخواص الكيميائيه اللي هي مثلا تحتوي على المواد العضويه، العناصر اللي بيتغذى منها الموز، بيتغذى منها النبته. في ارض لو مسكنا الارض الطميه، الطمي طبعا انواع التربه ما ثلاثه معروفات، الطينيه والرمليه والطميه. الطينيه متماسكه وغير جيده لتصريف المويه، والرمليه متفككه وسريعه امتصاص المويه، اما الطميه دي حاجه في النص بيناتن، امتصاصها للمويه مناسب وتماسكها تفككها مناسب. التفكك ذاته بيأثر في الجذور، يعني الجذور دي انت لما تكون مزروعه في ارض متفككه، بالذات نبتة الموز لانها جذور هشه وفي بدايه الارض، جذور نقدر نقول عليها من النباتات الجذور السطحيه. مواصفات واشتراطات للانتاج الصادر لفاكهه الموز، ومعاملات علميه وعمليه اثناء الانتاج وبعده لموافاه متطلبات الاسواق الخارجيه. نتابع. نحن في منطقة قد الحداد بنمشي المزرعة باللوري، نشيل صعانة صناديق دي قوابي دي، بنعمل مسرح معانا العتالة، المواد بيجي وبيصندق في الصناديق، كل 7 صناديق تتحسب شنو؟ 100. بترحل بيجي هنا تلاجة بياخد تبريد درجة 20، بنستعمل الجهاز بتاع لا اسمه بتاع توزيع الدواء ده، وهو دوان الأسرائيل ده، هذا ياخذ 12 ساعة من فك الدواء نرحله من الحضانة نرحله للحاوية، بيعدوا اليوم الثاني، اليوم الثالث بيخش السوق، نبدأ في عملية اللون. والله الصبيدة شوية ناقصة ما بتاخذ لون، إلا صبيدة كاربا، صبيدة كاربا طوالي بتلون وبتخش السوق. 3 يوم، اليوم الرابع بيطلع، 3 يوم ياخذ معنا 3 يوم، يوم الرابع يوم الخامس بيطلع، بيمشي سوق هنا وادي الحداد، حجي عبد الله، فحل، ودي ياسين، يعني أسواق كلها بيمروا على بموزنا ده. هو احنا بنشيل الموز من الحداد هنا بنسوقه لحي عبد الله، من الحي عبد الله مرات بنوديه ربك، مرات عسلايا، يعني كل المناطق بنوديه من هنا في سوق الحداد، بنبيعه للناس يا هو بأرخص ثمن 17 جنيه 20 جنيه الكيلو عندنا، وصير يا هو انه عندنا مزارع ما شاء الله كميه، وبنستورد الموز من هنا بيمشي عسلايا ويمشي ربك ويمشي كنانة والجور الغور المجاورة على، بنشيل الموز بنبيعه لأزر اسمه تمام، والله بنوديه بالمرات عندنا دفار بتاع براد، مرات بالبكاسي، البكاسي اللي اسمه القابلة دي، يلا بنشيل موزنا في صناديق نظام سيراميك، موزنا ده في سيراميك كويس، يلا بنحوله للجماعة هناك بندي لهم بس هذا سير خفيف، يلا هم شنو نشيل منه جزء، الجزء الاخر يكملوا لنا ما في مشكله، يعني هسه نحن نازل نتعامل معاه تعامل راغي ما بتاع ده. والله ما شاء الله اليومين دول انتاج الموز 1000% ما في اي كلام، وتوفروا الناس ما شاء الله شالت الموز، هسه هو نحن هسه قاعدين نوزع وباقي الموز حنودي السوق نسوقه بازار هاديه للمواطنين، والله ما في اي صعوبات الا اليومين دي وصل الامطار وبتاع، لكن شغالين تمام ما شاء الله السوق. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ومستويات جيدة من البروتين والألياف الغذائية، ويساعد البوتاسيوم العضلات على الانقباض، ويحسن استجابة الخلايا العصبية، ويحافظ على انتظام نبض القلب، كما يعمل الموز على تنظيم مستوى السكر في الدم، ويعزز صحة الجهاز الهضمي، ويساعد في عملية تقليل الوزن، حيث يعتبر من الفاكهة قليلة السعرات الحرارية، ويحتوي على البروبيوتيك وهي النشويات التي تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء، فهو فاكهة
ذات قيمة غذائية وصحية واقتصادية. مشاهدونا الأفاضل، هكذا تكاملت هذه الحلقة من برنامج صوت الأرض، والتي تعرفنا من خلالها على تجربة زراعة الموز بمنطقة ود الحداد بجنوب الجزيرة، وجهود المنتجين لتغذية الأسواق المحلية والخارجية والارتقاء بزراعة المحصول لزيادة الإنتاج وإحداث الجودة. حتى جديد اللقاء، دمتم، وتحياتي وتحيات الفريق العامل، في أمان الله.